بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. Rääkis me eelmises tunnis teisest põhialusest, milleks oli islami teadmine koos selle tõenditega. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. Kolmandaks põhialuseks on profeti sallallahu alaihi wasallam tundmine. لا بد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمورا منها. On teatud asjad, mida me profeti sallallahu alaihi wasallam kohta peaksime teadma. الاسم. Tema nimi. محمد. Muhammad. ابن عبد الله. عبد الله باك. ابن عبد المطلب. عبد المطلب باك. ابن هاشم. هاشم باك. وهاشم من قريش. يا هاشم من قريش هيمس. وقريش من العرب. يا قريش قريش هي من العرب لست أغلست. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا عرب لست أن إسماعيلي يا سيسما قرد أبراهامي يرد ليت. له من العمر 63 عاما. 63. بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إلاس قوة من كل ما عاصدكس. 40 قبل النبوة. 40 aastat sellest oli enne ilmutuse saamist. و23 نبيا ورسولا. Ja 23 aastat oli oma elust siis profeti sõnumitooja. هو نبي ورسول. Ta on nii profet kui ka sõnumitooja. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Esimene asi, mis Koraanist ilmutati profet Muhammadile oli loe Jumala nimel, kes lõi. نعم. بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس. تزادتي ني إنيم كنا لكوكا جن ده هلك. فالنبي صلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قوم خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. إيه نعم البروفيت تزادتي كيك مين كين لرفا يوردا أكا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زادتي كوكو إنيم كنا. فلا بد على اليهود والنصارى الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا بهذا. Seetõttu peavad ka kristlased ja juudid peaksid võtma vastu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam usu, sest nii Mooses kui ka Jeesus keskisid seda. فالمؤمن حقا بعيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن بنبوة محمد عليهم الصلاة والسلام. Sest see, kes tõeliselt usub Jeesuse profetlusse, siis ta usub ka Muhammadisse või profetisse. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين لم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا يقرب إلى الله إلا وأمر به ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا وانهى عنه. Ja profet Muhammad صلى الله عليه وسلم andis kogu selle usu edasi täielikult. Ja ta ei jätnud õpetamata ühtegi asja, mis inimest Jumala lähemale võib viia. Ja samuti ta ei jätnud õpetamata neid keelatud asju, mis inimest Jumalast kaugemale viia. Naam. Min ni'amillah alayna an hadha ad-din kamul. Alhamdulillah. La yastati' ahad an yabtadi' yudif fi hadha ad-din shay'an. Ja see on Jumala õnnistus, et see usk on täielik, et keegi ei saa sellele usule midagi juurde lisada. Naam. An-nabi alayhi as-salatu was-salam ila madha yad'u? La bud na'rif إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. كنت ملا يرد كتسب بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل تعد ما ندرس ملا يرد دماء كتسب ات مدياك سما ملا يرد ديزي نمسا كتسب. يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. كي قبل كتسب سيز يوم العين سيز كتسب يوم العين سيز يرد يا هويتب يوم على بارتنر التكاس استعمل استمزيس. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص في أمرين. Tema see da'wa, Jumala juurde kutsumine, selle võib kokku võtta kahe punktiga. Fi al-awwal al-ihsan fi ibadatillah. Ja'ni na'bud Allah wa la na'bud ghayra Allah. Kõigepealt see hästi Jumala teenimine, et teenime ainult Jumalat ja ei teeni kedagi, ei kumarda kedagi teist. Na'am. Thumma al-ihsan ila ibadillah, ja'ni kayfa nata'amal ma'an nas bi هذا الخلق العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. Ja headus inimeste Jumala sulaste suhtes, et me käiksime läbi nendega niimoodi, nagu seda tegi profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oma karakteri, hea karakteriga. ولد بمكة عليه الصلاة والسلام. Ta sündis Mekkas. وهاجر إلى المدينة. Ja emigreerus Medinasse. نعم. وتوفي بالمدينة عليه الصلاة والسلام. يا سوري مدينة.
فرضت عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بثلاث سنين، فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة ب بثلاث سنين قبل أن يهاجر إلى المدينة. نعم، يا بعد البعثة بعشر سنين. pärast ilmutuse saamist 10 aastat ja 3 aastat enne Medinasse emigreerumist tehti kohustuslikuks viis palvust. نعم، فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة بنفسه. Ja Jumal ise oli see, kes selle palve kohustuslikuks tegi. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. Siis kui prohvet Muhammad صلى الله عليه وسلم tõsteti 7. taevas. نعم، وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرضت بقية شرائع الإسلام. Ja peale seda, kui ta Medinasse migreerus, siis tehti pärast seda tegi Jumal kohustuslikuks ka teised asjad islamis. نعم، يدعو عليه الصلاة والسلام إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها. Ta kutsus parima karakteri ja parimate isikuomaduste juurde ja keelas või hoiatas nende halbade isikuomaduste. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام الخلق. Ta oli püüdlik selles, et kogu loodu nii jõuaks islam. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار بحسن الخلق. Ja ta käitus ka mitte moslemitega lähtudes heast karakterist. نعم، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الولد منذ الصغر يلقن ويعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، esimestel moslemitel, õiglastel moslemitel, nendel põlvkondadel oli kombeks lastele õpetada juba varakult prohvet Muhammadi sallallahu alaihi wasallam elulugu, et ka nende lapsed lähtuksid nende selle prohveti juhatusest. نعم، إذن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبع هديه عليه الصلاة والسلام. نعم، see, kes armastab prohvetit, peab ka järgima tema juhatust. نعم، بعد هذا انتهى هذا الآن الأصل الثالث. نعم، من أصول الثلاثة. Sellega lõppes siis see kolmas punkt islami põhialustest. والله أعلم.